طبعا انا مصطفى شرف، مدرس جراحه التجميل طب الازهر، قسم طب جراحه التجميل في طب الازهر هو بيتي، وانا اتربيت فيه وتعلمت فيه، وبدين بكل الفضل لاساتذتي وزملائي اللي انا استفدت منهم كتير على مدار 10 سنين. طبعا الصوره دي دكتور اسامه كان مشيرها النهارده، وهي كانت في الميموريز كلها، واحنا كنا في البرنامج العلمي في قاعه باب الشعريه، وكان معانا الاستاذ الدكتور لطفي نصار رحمه الله عليه، وكل الاساتذه، الاستاذ الدكتور فوزي حمزه، والاستاذ الدكتور احمد ماجد، الاستاذ الدكتور اسامه الشحات، الاستاذ الدكتور وائل، الاستاذ الدكتور محمد زيدان، والاستاذ الدكتور محمود ناصف، وكل زملائي. ويا رب يجمعنا يا رب دايما على خير يا رب باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران ان كل شيء خلقناه بقدر، والقدر ربنا سبحانه وتعالى بيخلق بيه الاشياء، ان كل حاجه ليها مقدار معين، ونقدر نستفيد من هذا المقدار او هذا الشيء في ان احنا نقدر لو احنا عايزين نستعيد شيء تاني، ان احنا لو جبناه او حاولنا نكون زي القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدره في جسمنا، ان احنا نقدر نستعيد بيه. طبعا في كل المحاضرات اللي فاتت وكل الاساتذه اللي شرحوا، كان دايما بيهتم بالاستراكشر بتاع السكن، وهو بريفلي ان احنا بنتكلم على طبقه الابيديرمس والديرمس، وبعض الناس بنحط معاهم السكوتينس او سب كيوتس عشان الجلايدنج او السلايدنج بتاع السكن اللي بيحصل معانا في جسمنا. فمهم جدا ان احنا لما نكون هنتكلم على سبستيتيوت لازم اكون عارف الاستراكشرز بتتكون ازاي، والخلايا بتتكون ازاي، وترتيبها موجود ازاي، عشان لما اقدر افكر في بديل اشوف البديل ده هل هو هيكون مناسب ولا مش مناسب. تاني حاجه، ان طبعا احنا كلنا عارفين ان الجلد هو اكبر عضو موجود في جسم الانسان، وده ان هو عضو يعتبر من الاعضاء المركبه جدا، لان فيه حاجات كتيره وليه فانكشنز كتيره بتكون موجوده. فطبعا ان في الابنجس اللي موجوده فيه، سواء كانت الهير فوليكل او السبيشس جلاند او السبيشس سيست او السويت جلاند، كل الحاجات دي او النيرفس، كل الحاجات دي بتكون مهمه واحنا بنفكر في الاستعاضه بتاعه الجلد. من ضمن الحاجات اللي احنا بنستعيد بيها في الجلد لما بنيجي ناخد سكين جرافت او سبليت سيكنس سكين جرافت، برضه بيكون مهم جدا ان احنا بنشوف السيكنس بتاعنا يكون عايزين ناخده ازاي. هل هو يا دوبك واخد السوبرفيشال لاير من طبعا هو بناخد فيه الابيديرمس لان هي طبقه رقيقه جدا، وبناخد معاه جزء بسيط جدا من الابيديرمس لو هي ارترا سن، او لو كانت سن بناخد معاه الابر 1 فورث او 1 فيفث من الديرمس، لو انترميديت بناخد تقريبا الهاف، لو ثيك بناخد تقريبا التو ثيرد بتاعه الديرمس، لو فول سيكنس طبعا بناخد كل السيكنس بتاع الديرمس. في صوره ثانيه بتوضح لنا برضو لو احنا بناخد اللايرز من السكن. مهم جدا في الفانكشنز بتاعت السكن ان احنا نعرف ان السكن بيتكون من طبقتين، الطبقه الاولى اللي هي الديرمس اللي احنا دي تعتبر اللي هي البارير او السكن بارير بتاعتنا اللي بتحمينا من المايكرو اورجانيزم، وبرضه بتحمينا ان يحصل لنا ايفابوريشنز في الفلويدز اللي موجوده في جسمنا، واكيد الفانكشنز دي كلها اتكلم عليها كل الاساتذه في المحاضرات اللي فاتت. ثاني جزء هو الديرمس، كل الفانكشنز او الكاركترز بتاعت السكن كلها ما عدا اللي هي البارير فانكشن موجوده في الابيديرمس، زي الهيت اللي هو ان انا امنع الهيت فقدان الحراره، او ان انا امنع او السلايدنج او الاحساس، او كل الفانكشنز الثانيه بتكون متعلقه بالديرمس. فلازم اكون عارف الفانكشن دي عشان برضو انا لما هاجي افكر في الاستعاضه اشوف الاستعاضه دي هتنفعني في استعاده الوظيفه ولا لا. في جزء برضو مهم جدا اللي هو الروابط بين طبقات السكن وبعضها، سواء كان في الابيديرمس مع بعضه او الديرمس مع بعضه او بين الابيديرمس والديرمس، ولان الفانكشنز دي او الروابط دي سواء كانت عن طريق اللي هو الديسموزوم او الهيموديسموزوم، ودي حاجه كنا درسناها في الهيستولوجي في سنه ثانيه في الكليه، ان احنا نعرف ان الروابط دي ليها فائده كبيره جدا، لان لما احنا بطريقه ما لو حصل باي باثولوجي وفقدنا الروابط او البوندس بين الخلايا وبعضها او بين طبقه الابيديرمس والديرمس بيحصل عندنا مشكله. فالتو لاير دول هايلي سبيشاليزد وافكتيف ان هم يعملوا بوندنج ميكانيزم، سواء ان يترابط كل الجلد مع بعضه او ان هو بيربط بين الابيديرمس اللي هو البيزل لاير بتاعت الابيديرمس، ان هو يكون ماسك كويس في الديرمس، وده بيعمل كومبلكس بوندنج، وان هو بيكون كمان عن طريق الكولاجين اللي هو تايب 4 وتايب 7. لو حصل مشكله عندي في الرابط بتوين
اللي هو الديرمس والابيديرمس، ده بيديني امراض كتيره منهم التين اللي هو التوكسيك ابيديرمال نيكروليسيس، او بيديني اللي هو الابيديرموليسيس باللوزة، ده بيحصل فيه زي بيحصل فيه كانه سوبرفيشال بيرن وديسكوميشن لكل طبقه الابيديرمس، وده يعتبر نوع من انواع الحروق. احيانا الطفل بيكون مولود بيها، وبيقول لنا من قسم النساء ان بيقول لك تعالى شوف الولد ده نازل وجسمه كله محروق، وبنضطر ان احنا نعمله دريسنج ونبدا نعالج فيه. احنا لما بنتكلم على سكين سبستيتيوت لازم اعرف ان انا عندي مشكله وابدا ادور لها على حل. وليه الناس بدات تفكر ان انا اوجد بديل؟ ما انا ممكن طالما عندي مثلا في حرق موجود، او عندي مشكله، او عندي فقدان في الجلد في تروما، ان انا ممكن استعيد بالجلد، ان انا باخد كل الحلول بتاعتنا، ان انا ممكن اخد سبليت سيكنس سكين جرافت، او ان انا اخد فلاب، او ان انا يعني ليه انا فكرت في السكين سبستيتيوت؟ ايه هي المشكله اللي خلتني افكر في السكين سبستيتيوت؟ المشكلة دي ان احنا لو كان عندنا حروق بدرجات كبيرة او مساحات كبيرة مش هقدر اخد دونر اير، يعني مثلا لو اكتر من 50% مش معقول هاخد 50% التانيين من الجسم وازود تروما على جسم الانسان واعمل له باثولوجي تاني عشان اقدر اغطي له الجزء الكبير ده. او لو كان عندي الجزء الكومن زي مثلا الثايز اللي هو اكتر جزء احنا ممكن ناخد منه الدونر، لو كان عندي بيرن مش معقول هاخد مثلا من الابدومين او من الباك علشان اقدر ان انا اغطي بيه. او لو كان عندي طفل صغير برضو ان انا اخد منه جزء من السكين بتاعه. طبعا الاطفال بيكونوا يعني مشكلة السكين بتاعتهم ان هو لو حصل فيه فقدان ان هو عنده ممكن يحصل دوريشن عنده بسرعة. الحاجة التانية ان انا ممكن لما اجي في المساحات الكبيرة ان انا اعمل ميشنج، ان اخد جزء شيت صغير وابدأ ان انا اوسعه وابدا اعمله، بس ده مشكلته ان هو بيجي يعمل لي بعد كده ان هو بيخلي لي عندي اللي هو البوست سام افكت، ان هو بيعمل لي مربعات صغيره، ودي بتعمل مشكله للبيشنت بعد كده. صحيح انا بحافظ على البيشنت سرفايفل بتاعه وبقدر انقذه، لكن بتعمل لي مشكله بعد كده في السكارنج وفي الريزلت بعد كده. فانا دلوقتي علشان ابدا احل المشكله ان انا ممكن افكر ايه اللي انا اقدر افكر فيه عشان ابدا استعيد، او ان انا ابدا افكر في بديل ان انا استخدم السكن الموجوده عندي. طبعا من ضمن المشاكل برضو ان احنا احيانا لو ما ظبطناش الدرماتوم بتاعنا، او لو بناخد مثلا سكينه الجرافت وفتحت مننا، ان انا ممكن اخد الجزء دي وده بيسبب لي مشكله في الدونر. يعني انا باخد الجزء من السكين عشان من الدونر ان هو يديني جزء وان هو يخف وعالج بيه الجزء المصاب، وباجي ان انا بلاقي ان انا عملت اصابه للجزء السليم اصلا ومحتاج ان انا اغطي الجزء ده يا اما بسكين جرافت ثانيه يا اما بسكين فلاب. دي طبعا صوره بتورينا الشيت ده، من ده شيت البلاسين يعتبر احنا واخدينه من مكان بناخده من الثاي وبنغطي بيه الجزء البيرند المحروق. ايه هي المشكله ان احنا لو فقدنا اللي هو الكونسيكونسز، اللي احنا لو فقدنا اللي هو البارير فانكشنز بتاعه الجلد؟ طبعا المشكله كبيره جدا. اول حاجه ان احنا يحصل عندنا ان هيحصل فيه فلويد لوس كتير، ولو المساحه كبيره ممكن يحصل عندي بروتين لوس، والفلويد لوس والبروتين لوس يعمل لي مشكله، هيعمل لي إديمة، وهيعمل لي ان انا دلوقتي فقدت، ممكن يحصل عندي ديهايدريشن، ممكن يحصل عندي شوك. برضو ان انا ممكن البايكرو اورجازم تبقى سهله جدا ان هي تعمل انفيجن للووند، وكل ده بيأثر في الووند بيت بتاعتي. وبدل ما الووند بيت بتاعتي تبقى كويسه وتقدر تستقبل مني بعد كده الجرافت، هيحصل بعد كده ان انا هيبقى الووند اعمق، وابدا ان انا هيحصل تاني فقدان اكتر للميه، ويحصل الانفيجن البكتيريا تبقى اكتر، ويحصل فقدان في البروتين اكتر، ويبقى الووند وهكذا، ونخش بعد كده في فيشيس سيركل ان كل ما انا مش قادر اغطي الووند ده، او الووند ده قاعد معايا فتره كبيره مش متغطي، ان انا كل شويه الووند بيبقى عميق ويبقى البيت بتاعته مش كويسه، وفرصه القابليه ان هو ياخد سكين جرافت معايا بتكون اقل. كل الحاجات دي بتعمل لي مشكله في الهيلنج بتاعي. عيان البرن بتاعي ده عيان بريشس، وانا عايز احافظ عليه وعايز اخليه ان هو يخف بسرعه عشان ما يحصلوش كومبليكيشن، لان حتى لو انا عملت المانجمنت بتاعي كويس وعملت له لايف سيفنج وغطيت الاجزاء اللي هي عنده في حصل فيها فقدان في الجلد، سواء كان بارشال سيكنس او فول سيكنس، لكن بعد كده في سيكول بتحصل كتير، ممكن يحصل له كونتراكشنز، ممكن يحصل له هايبرتروفيك سكارز، ممكن يحصل له كلويدز، وهيبدا يجي لي ويفضل العيان ده يتابع معايا سنين طويله. فانا لو قدرت، او لو احنا قدرنا ان احنا نوصل لطريقه ان احنا نتجنب بيها السيكول دي، هيكون كويس للعيان ولينا.
ليه احنا فكرنا في السكين سبستيتيوت؟ قلنا واي، قلنا عشان المشاكل اللي احنا قلناها، ان انا مش قادر اغطي بكميات كبيره او مساحه كبيره، برسنتج بتاعت البرن عندي كبيره او مفيش. ازاي ده اللي احنا هنتكلم عليه في الايه، في السكين سبستيتيوت. السكين سبستيتيوت هيبقى الديفينيشن بتاعها ان لو انا بعرفها ان انا لازم يبقى عندي هيتروجينس جروب بفوند كفرج ماتيريال، ان هي بتساعد في الوند كلوجر، وان هي تريبليس الفانكشن بتاعت السكن اللي احنا قلنا عليها في الاول، اللي هو كان الجزء الابيديرمس هيبقى البارير، سواء من يمنع الايفابوريشن او يمنع الانفيجن بتاع البكتيريا، او الفانكشنز كلها، السنسيشن والثيرمو ريجوليشن وكل الفانكشنز الثانيه بتاعت الجلد، ان احنا نستعيدها تاني، سواء كان ده تيمبوري او بيرمننت، سواء ان انا احط حاجه تيمبوري لحد ما يقدر الجسم ان هو يستقبل الجرافت اللي هعملها او الحاجه اللي هحطها، او لو انا احط حاجه بيرمننت من الاول، وده يعتمد على البرودكت الكاركترستكس بتاعتي او اللي معموله. السبستانس دي الترناتيفز تو الستاندرد ووند كفرج، اللي هو في سيركمستانسز اللي احنا اتكلمنا عليها ان انا مش قادر ان انا استخدم فيها السكن. طبعا الايديال سكن سبستيتيوت دي، ده هي الخصائص اللي هي بتاع الجلد اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، واحنا لحد دلوقتي او التكنولوجي او كل الناس اللي بتفكر مش قادره نوصل ليه. بس هو لو احنا برضو بنعدد، انا عايز اعمل سكين سبستيتيوت ازاي، او ابدا افكر فيه ازاي، ان هو لازم يكون فيه انتيجينست. يعني انا لما باجي اخد سكين من عيان تاني، او من سواء كان كادفر او باخده، انه مثلا لو احنا ما كنا بناخده في حالات الابدومينوبلاستي، ان احنا بنعمل هارفست السكين ده بعد ما بناخد موافقه المريضه ان احنا نستخدمه في العيانين اللي هم مصابين بالحروق، لا ده العيان ده غير ده، فيحصل له، ممكن يحصل له ريجكشن. الكومباتيبلتي ان هو التيشو ده يكون كومباتيبل مع التيشو ويقدر ان هو يستقبله، ان هو ما يكونش فيه توكسيسيتي سواء لوكال او سيستميك، لما احطه لان احطه بمساحه كبيره ما يعمليش تاثير في الجسم، ان هو يبقى بيرميبل، ان هو يبقى يساعد على الووتر ايفابوريشن، ان هو زي النورمال سكين، برضه ان هو ما يحصلش بيرميبلتي للمايكرو اورجانيزم، ان هو ما يحصلوش بنتريشن بالمايكرو اورجانيزمز، يكون رابيد وبريزيستنس ادرانس تو ووم سيرفيس، يلزق على طول على سطح الوند. البورزتي بتاعت البورز اللي موجوده فيه او انجروس، عشان يحصل فيه نمو من الوند بيد، وان هو يكون ايبل ان هو يريزست الانفكشن، ان هو يكون قادر ان هو يبريفنت الووتر لوس عشان امنع الديهايدريشن، يكون ويز ستاندز مع الشير، مش مجرد باي حركه بسيطه ان هو يتحرك، يكون برضو الكوست بتاعه افكتيف، ما يبقاش حاجه غاليه جدا واستخدمها لفتره قريبه واستبدلها بعد كده، ان هو يكون متاح عندي مش في اماكن بعيده او اماكن مخصوصه او محتاج تكنولوجيا عاليه، عشان ده برضو انا بقدر ان احنا نشوف لو في اي حاجه نقدر نطبقها عندنا في بيئتنا ومجتمعنا اللي احنا عايشين فيه عشان نستفيد منه. ما هو لو في حاجه غاليه جدا انا مش هقدر استفيد بيها. ان هو يكون لونج شيلف لايف، ان هو يكون فتره التخزين بتاعته كبيره، بحيث ان هو لو فتره صغيره لو انا جبت كميه كبيره ممكن تبوظ عندي مش هقدر استخدمها. ان هو يكون عندي فليكسبل في السيكنس، ممكن استخدم منه مثلا سواء بارشال او ايميديت سيكنس او فول سيكنس، ويكون ديورابل ان هو يقعد معايا فتره طويله، ويكون لونج تيرم ووند ستابيليتي، وممكن ان هو يكون فورمد الريجولار ووند سيرفيس، ان هو يبقى كويس معاه وايزي تو سيكيورد وابلايد، ان انا اقدر احطه بطريقه سهله. كل الخصائص دي في بعض الحاجات بنلاقيها موجوده والبعض الثاني مش بنلاقيها موجوده، وده اللي بيخلينا ان احنا نكون تارجتنج، ان احنا عايزين توصل لهدف معين. الهدف ده ان انا عايز ان انا اعمل هاي كواليتي ووند هيلينج من غير سكارينج، طبعا ده مستحيل، بس انا عايز اوصل لاحسن اوبتيمم كونديشن، ان انا اخلي العيان بتاعي او عيان البرن ده ان هو يخف كويس، لان هو لو خف كويس هيقلل لي حاجات كتير، هيقلل الهوسبيتال ستي بتاعه، هيقلل ان هو يجي يعمل بعد كده اوبريشن في الريفيجنز، او ان هو يجي يعمل اوبريشن بعد كده عشان يصلح الكونتراكشرز اللي عنده، او لو عنده اي مشكله في الهايبرتروفيك او الكلويدز. تاني حاجه ان انا بقى بعمل بين ريدكشن ريكوير، لان انا بقلل الليمت بتاع الدريسنج، بدل ما اغير العيان كل يوم ممكن اغير عين كل 3 ايام او كل اسبوع، بدل ما بخلي العيان يقعد في المستشفى معايا 3 اسابيع او اسبوعين على ما يخف، لا انا ممكن اقول للعيان ان يتعامل معايا في العياده الخارجيه وبيجي كل 3 ايام اغير له غيار. من هنا ان احنا لازم يبقى عندنا اللي هو كوست بينفيت ريليشن شيب، او ان احنا نقيس الموضوع بميزان عندنا، ان احنا نشوف ايه هو الفوائد بتاعه استخدام المواد دي واضرارها، لو هي ليها اضرار، ووازن بينها بين الفايده وبين الضرر ان انا استخدمها في المريض، عشان في الاخر كل الموضوع ده يصب في مصلحه البيشنت. لما اجي اقسم الكلاسيفيكيشن بتاعت السكين سبستيتيوتس،
هي بتقسمها اكوردنج يا اما اللايرز اللي هتتحط، هل احنا هنحط ابيديرمس ولا ديرمس ولا هنحط الاثنين مع بعض، ويشملهم برضو اللي هو السبكيوتس او السبكوتينس تيشو. الديورابيليتي، هل الحاجه اللي انا بحطها دي تيمبوراري لحد ما اقدر احط حاجه بيرمننت، ولا هي بيرمننت هحطها من الاول وهتفضل موجوده. والبرودكت بتاعي هل هو حاجه بيولوجيكال، حاجه من السكن او حاجه من كاديفر موجوده، او حاجه بايوسنسيتك مصنعينها، او حاجه سنسيتك توتالي من في المصنع. نفس الحكايه اللي هو الاوريجين لاير والديوريتي والكومبوننت الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم. او ممكن استخدمها ان انا اقول ان هو ابيديرمال وديرمال. الديرمال ده يا اما بيكون سيل كلتشر، ان هو سواء الابيديرمال شيتس او السيل سيرابي، او الديرمال ريبليسمنت سواء كان اوتو جرافت او الالو جرافت، يعني من جسم الانسان او من حد تاني. دي سيلولارايز ديرمس، ان انا اخد ديرمس واعمل دي سيلولاريزيشن للخلايا بتاعته عشان اقدر احطها. او سيمي سينثيتك او ديرمال سكافولد، ان انا احط سكافولد زي سقاله بحيث ان هي تساعد بعد كده على نمو الخلايا من جسمي انا. احسن كلاسيفيكيشن موجود وممكن تفتكره حتى يعني سواء في الابلكيشن او لو سواء انت هتكتب ده سؤال في الامتحان، ان انت تقسمهم ان هو حاجات تيمبرري وحاجات بيرمننت على اساس ان انت تفتكر الموضوع. التيمبرري سكن سبستيتيوت، ان احنا هنقسم ده الماتيريال ده حاجتين، يا اما بيولوجيكال يا اما سينثيتك. البيولوجيكال زي الالوجرافت والزينوجرافت والامنيوم، والسينثيتك ماتيريال زي الهيدروكولويد والهيدروفايبر. البيولوجيكال تيشو اللي هو الالوجرافت والزينوجرافت والامنيون. اليوم الالوجرافت ده اشهر حاجه احنا بنستخدمها، وده ثلاث انواع ممكن نستخدمه فريش. زي لما احنا قلنا ان احنا كنا بناخد السبيسمنت بتاعه الابدومينوبلاستي، او لو احنا عاملين بريكيوبلاستي بناخد الجلد نعمله هارفستنج وبنقدر نحطه في العيانين بعد ما بنكون عملنا طبعا السكريننج بتاع الفيروسز وبنطمن العيان سليم، او ان هو لو كان كرايو بريزيرفد ان احنا نحفظه في الثلاجه، او لو كان جلسترول بريزيرفد. دي كانت رساله الدكتور سراج ربنا يجيبه بالسلامه، ان احنا نحطه في الجلسترول بعد كده لما نحتاجه نبدا نطلعه بحيث ان احنا نستفيد بيه. الجولد ستاندرد ان احنا بنستخدمه ان هو اللي هو الفايبل فريش، ده بيحصل له فاسكولاريزيشن وبيفضل تيمبرال ووند كلوجر لحد ما بقدر لقى عيان. يعني الوقت لو عندي عيان مثلا سي 30% هاخد له 15% اغطيهم بسكين جرافت، واحط له 15% التانيين احط له اللي هو الالو جرافت، يبقى انا كده غطيت له المساحه كلها، ساعدت ان هو يحصل ووند هيدلنج بسرعه. ولما هبدا بعد كده خلاص العيان ريكفرد ابدا اخد له الجرافت الثاني، هشيل اللي هو الالو جرافت دي واحط له الاوتو جرافت من عنده. استخدمها في ايه الالو جرافت؟ بستخدمها الووند بيد بريبريشن. احنا قلنا ان لو الووند بيد بتاعتي مش كويسه، كل ما احط جرافت مش هيحصل لها تيك، وهيحصل عندي بعد كده مشكله ان انا دلوقتي عمال احط جرافت وافقدها واحط جرافت كده. والحاجات دي يعني ممكن ما تكونش كومن قوي في البرد، لكن بتكون كومن مع الكرونيك ووند. واحنا استخدمنا في القسم عندنا بنصح اساتذتنا ان احنا نستخدم اللي هو الالو جرافت، وبتحسن البيت جدا وبيجي ياخد. ده بيمنع طبعا اللي هو طبعا بيوفر اللي هو الجروس فاكتورز والاسينشال سايتوكاينز، بيعمل بكرييتنج الكيموتاكسيس وبروفيشن للووند بيت بحيث بيحسن الفاسكولاريتي في الووند بيت، وبيرموت الانجيوجينيسيس انهانس الكابيلاري ان جروث في الووند بيت. طبعا بيقلل البين جدا، لان انا لما بيكون عندي العين كفرد او الووند كفرد خلاص ما بيحصلش البين. ممكن اللي هو الساندوتش جرافتنج تكنيك، ان انا ببدا العيان ان انا احط له الجرافت بتاعته عادي، وبعد ما احط الجرافت بحط عليها الالو جرافت، بتساعدها في الفيكسيشن وبتحسن التيك بتاعها جدا، وبتخلي بتمنع الديسكيشن بتوين اوف ذا ووند بيد وبتريزست البكتيريال كولونايزيشن، بتقلل الانفكشن، والاوتو جرافت ايه بروتكتد من الايه من الشير. طبعا دي ليه حاجات مميزات، ان هو ده بيولوجيكال اكتف تيمبرري ووند كفر، بيقلل الميتابوليك ديماند بتاعت على جسمي في العيان اللي هو مصاب بالحرق. ودي بتعمل تيست عشان اشوف الووند بتاعي ده ريدي للاوتوجرافت ولا لا. يعني لو بحط على كرونيك ووند وما حصلهاش، خاصه لو كانت فريش ما حصلهاش فاسكولاريزيشن ما حصلهاش تيك، يبقى انا عارف ان الووند بيت ده فيه مشكله، ولازم ان انا اعمل الووند بيت ده اعمل له اكسيجن او احسنه علشان ان انا هو يبدا بعد كده لما احط الاوتوجرافت بتاعتي ان هي تاخد. الديس ادفانتج طبعا ان هو لو احنا مش عاملين سكريننج، ان ممكن ينقل ديزيز ترانسميشن، او ان انا محتاج ان هو بروسيدور تاني. يعني بعد ما بحطه كتمبر ريكفرج على اريا، ان انا بعد اسبوعين ثلاثه هيحصل اعمل له اشيله وابدا احط له الاوتوجرافت. ف
فالهيومن اوتوجرافت انا بستخدمه ميمبرانز دريسنج في البارشال سيكنس بيرن، خاصه في السكولد بيرن في التشيلدرن، لان طبعا التشيلدرن بيبقى فارنبل جدا ان انا اخد منهم كميات كبيره من السكن. تاني حاجه ان انا ممكن استخدمه مع الميشد اوتوجرافت في البيشنت اللي هو لارج بين زي ما قلنا في الاول. دي جليسترول الوجرافت في بارشال سيكنس بيرن حطينا وعاملين بيها كفرج للبيرن. تاني حاجه من الحاجات المشهوره جدا وبرده كانت بتستخدم عندنا في القسم ان احنا ممكن نستخدم الهيومن اميون، وده بيكون عباره عن سن او ترانسبرانت تيشو فورمينج، ده بيعمل اللي هو الانر موست لاير بتاع الفيتال ميمبرين. الامنيوتيك ميمبرين ان هو بستخدمه يا اما فريش يا اما برده اعمله ريفرجريتد في الاستورج بتاعه، يا اما استخدمه نون فيابل بعد ما اعمله بالجليسترول بريزرفيشن. طبعا هو وسيله رخيصه جدا، احنا بننزل قسم النساء كل حالات الولاده بعد ما طبعا بيكون كلهم معمول لهم سكريننج الفيروس والامراض اللي ممكن تتنقل، فبناخد منها البتاع ونحضرها عندنا الامنيون ونحضره عندنا. ده بيعمل تيمور دريسنج للسوبرفيشال وون، بيقلل برضو البكتيريال كاونت، بيقلل البروتين لوس والالكترولايت والفلويد، بيقلل الريسك بتاع الانفكشن، بيقلل البين، اكسلريتنج الوند هيلينج وجود هاندلنج بروبرتيز نقدر نثبته كويس. Disadvantage لو انا مش عامل سكرينج او في مكان مش متاح ان انا اعمل سكرينج كل العينين بتوع الفيروس ديزيز، وان انا ممكن انقل بيه امراض. الزينوجرافت ان انا استخدم من البروسين، ان انا بستخدم من الخنازير، بستخدم من بدري جدا 1500 سنه قبل الميلاد، وده هوموجينايز كرايبو ريزيرفد زينوجرافت، وان انا دلوقتي بقى يحطوا عليه ان هو يحطوا عليه انتيبيوتكس زي الالدايد كروس لينكينج وسيلفر ايونز امبرجنيتد فيها، بحيث ان هو يزيد الانتي ميكروبيال افكت بتاعه. طبعا بيقلل البين برضو، بيقلل فلويد لوس وجود ووند اديرنس. الديس ادفانتج ان هو ما بيحصلوش ريفاسكولاريزيشن، لان ده حاجه ثانيه مخالفه للانسان اللي عشان هو زينوجراف، وان هو ترانسبرانس بتاعته ما بيكونش موجوده، فما اقدرش اعرف ايه اللي تحت الووند او شكله بقى عامل ازاي. كده احنا اتكلمنا على اللي هو البيولوجيكال ماتيريالز اللي هم الثلاث حاجات الوجرافت والزينوجرافت. بالنسبه للجزء الثاني احنا اتكلمنا الاول على اللي هو البيولوجيكال كفرج، وهنتكلم على السينثيتك ماتيريال اللي زي بنستخدمها از تمبوري كفرج، اللي هم اربع حاجات اللي هو البايو بران والهيدروكلويد دريسنج والهيدرو فايبر دريسنج والالجينيتد دريسنج. الادفانتج بتاع الموضوع ده ان انا دلوقتي ان الماتيريالز السينثيتك بتكون كونستنت في الكومبوزيشن بتاعها، والاستريلتي ان هي بتكون معقمه، والافيلابيلتي ان هي موجوده بكميات كبيره، لكن الديس ادفانتج بتاعتها ان هي ممكن تكون غاليه جدا، وان هي ما بيكونش فيها البيزمنت ممبرين اللي هو موجود في الخلايا، وان هو الاركتكتشر بتاعها ان هي برده ما بيكونش زي النيتف سكن اللي خلق ربنا سبحانه وتعالى. البايو براند ده بيتكون من بايلامينيتد ممبرين، بيتكون من نايلون مش وبنملاه بتايب 1 بروتين كولاجين اللي هو ديرمال الانوج، وكفرد باي ثين ممبرين اوف سيليكون، ده اللي هو بيكون عباره عن ابيديرمال الانوج، بحيث ان هو يدي فتره لحد ما الديرمال كومباوند كومبوننت ياخد، وبعد كده السيليكون شيت ده بنشيله وبنحط بعد كده اوتوجرافت عادي. الانديكيشن اللي انا بستخدمه في السوبرفيشال بارشل سيكس بيرن وونت، ولو في الدونر سايت بيحسسني الهيدنج جدا، او اللي هو التوكسيك ابيديرمال نيكروليسيس. الكونترا انديكيشن اللي هو لو في فول سيكس بيرن مش هقدر احط فيه لان مفيش حاجه يمسك فيها، او البارشل سيكس بيرن ويز اسكر لان لازم يكون بيتحط على وند كلين، او الكيميكال الكتريكال بيرن. الادفانتج بتاعت الموضوع ده ان انا اللي هي بتكون بالابيلتي والاسيستي بتاعت السينثيتك ماتيريال ان هو كونفيرم الريجولار وونز، نقدر اشكلها براحتي، ان هو بتقل بتخلي البين كنترول كويس، ليس فريكوينت دريسنج تشينجز، اكستند سيلف لايف بتاعها بيكون مدتها طويله، ممكن اخزنها لفترات طويله، وترانسبلانت لان انا اقدر اراقب منها الووند بتاعي لو في اي ديستشارج او في اي انفكشن ان انا اقدر اشوفه. ده مثال للبايو بران في بيرن على في الهاند، بيلبسوا العيان وبيغير مثلا كل 3 4 ايام وبيجي تاني. الهيدروكلويد دريسنج ده عباره عن 3 لاير ستراكشر، ده بيكون بورس جنتلي ادرنت انر لاير، بيكون ميثايل سيلولوز ابزوربنت ميدل لاير، وسيمي بيرميبل اوتر لاير، كل ده عشان يقدر ان هو يميمك السكن فانكشن. ده اللي هو بيعمل ان هو بيعمل فوستر للمويست ووند انفايرمنت وايل ابزوربنج الاكسيوديت، عشان ان هو يقدر يمتص لو في اي اكسيوديت موجوده في الووند، وان هو ابلايد في السوبرفيشال والديبر كرونيك ووند تو ابزورب الووند اوكسيديت وايل مينتيننج الموست ووند انفايرمنت، كل ده عشان احسن ووند هيلينج. الهيدروفايبر برضه نفس الحكايه، بتعمل ابزوربشن للووند اوكسيديت،
واديشنال ان هو انتي مايكروبيال اكتيفيتي لما يكومبايند مع الايونيك سيلفر، بستخدمه في المانجمنت بتاع اللي هو البارشال سيكنس بيرن والدونر سايتس. الاكوا سيل بيرن هيدرو فايبر دريسنج، الالجنيتد دريسنج ده اللي هو زي الكالتوستات، ده بيكون فايبرز دريسنج درايفد من السويد، ده نوع من النباتات البحريه موجوده بستخدم منه الدريسنج ده، ليه هاي ابزوربشن كاباسيتي، والدريسنج ده بستخدمه للدونر سايت. يبقى احنا الكلاسيفيكيشن بتاعنا عشان نفتكره، احنا قلنا تمبوراري وبيرمننت، والتمبورال بيكون بيولوجيكال يا اما سينثيتك، وهنتكلم على البيرمننت دلوقتي ونشوف هنقول فيه. البيرمننت سكن ده بستخدمه للديبر وونت، لان هو يكون خلاص الاول اللي هو التمبوراري ده بيكون سوبرفيشال وونت او اللي هو البارشال سيكنس، وده اصلا بيكون عندي سكن ابندج ممكن ان هي تساعدني في الوند هيلينج سواء من الهير فوليكل او سواء من الجلاندز اللي موجوده. لكن انا وقت لما بيكون الوونت ده ديب انا اصلا اوريدي ما عنديش حاجه ان هي تساعدني في الهيلينج، فانا محتاج ان انا احط حاجه بديله للموضوع ده. وتاني حاجه ان انا لازم اعمل سيرجيكال انترفينشن ان هو بيبرينج نيو سورس ابيديرمال سيلز للوند، وان انا عايز اعمل سبيد اب للوند كلوجر، لان انا طول ما الوند عمال قاعد مفتوح ده بيخلي لي بيعمل ديتوريليشن في الوند بيد، وبيقلل فرصه ان انا لما بعد كده احط اوتوجرافت او ان انا احط سينثيتك ماتيريال ان هو بعد كده يحصل لها تيك. عشان الحاجات اللي ممكن استخدمها، انا ممكن اعمل سبليت سكن سكين جرافت او الكالتشر ابيثيليال شيت سواء كانت اللي هو الكاريرز او سبلاي، ممكن سكين سبستيتوتس البدائل، فول سكن سكين جرافت لو كانت مساحه صغيره او الفلابس. اليوز بتاع الديرمال سبستيتوت في الفول سكنس سكين ديفكت كونتريبيوت بيتر كواليتي في الوند هيلينج، وبيقلل سكارنج، وده هيقلل ان العيان يقعد عندي فترات طويله في المستشفى او ان هو يجي يتردد بعد كده على المستشفى او يعمل عمليات كتيره. اللي بديرمال سيلز، انا بحاول دلوقتي ان انا بعمل الابيثيليال سيلز بعملها معالجه من الفول سكنس سكين بايوبسي، والسيلز دي بعملها كالتشر في سبيسيفيك ميديوم، بعد كده بعالجها عشان ما يحصلهاش بروليفريشنز، بعد كده بديها نون ليسال دوز من الراديشن عشان امنع ان هي تملتي بلاي. بعد اسابيع حوالي 4 أو 5 أسابيع بيجي لي عندي ابيثيليال سيد، وبشيلها من الصحون اللي انا كنت زارعها فيها وابدا اعملها ابلكيشن للمريض. لكن المشكله عندي مشكلتين، اولا ان انا لازم اخد جزء من العيان، يعني لازم هيجي لي العيان واخد منه الجزء ده الفول سيكنس، ثاني حاجه هقعد مده طويله جدا على ما اعرف انتجت شيتس دي، ثالث حاجه الكوست بتاعها، رابع حاجه ان طبعا ان انا اخد من العيان واعمل بروفيشن من السكن ده بيكون بيعمل لازم يكون في ريجولارتي اوثوريتي ان هي توافق ان انا اخد الحاجه دي عشان ما يتمش استخدامها استخدام خاطئ. الديرمال كونستراكت ان انا عايز احط يا اما حاجه من التيشو، يا اما اعمل ديرمال سكافولد، يا اما سيلولار ديرمال سبستيتيوت. احنا قلنا في الاول ان انا بستخدم الابيديرمس، طبقتين الموجودين في الجلد اللي هم الكبار، الطبقه الصغيره اللي فوق الابيديرمس دي كانت بارير ليا من الانفكشن ومن ان يحصل فيبر من الووتر الموجود في جسمي، لكن كل خصائص الجلد ما عدا ذلك ما عدا البارير فانكشن هي من الديرمس، زي الفلكسبيليتي والسترينث واللي هو الهيت ديسبيسيشن والكونزرفيشنز بتاعتها يحافظ عليه، اللوبريكيشن والسنسيشن، ده كلها من خصائص الديرمس. فانا لما اجي افكر في ماده سبستيتوتس لازم تكون فيها الخصائص دي بتاعه الديرمس. اول ماده انا موجوده معانا اللي هي الالوديرم، الالوديرم كنا بنستخدمها في السكن كونتراكشر انفرسلي ريليتد تو اماونت اوف ديرمس، لان انا كل ما بيكون عندي انا لو جيت حطيت سبليت سيك كل ما يكون عندي السكن جرافت ثين ويكون عندي الووند بيد كبير، ده بيكون فيه مايوثيليال سيلز بتخليه ان هو يكون يحصل فيه كونتراكشر بعد كده. عشان كده اتعلمنا ان احنا لما يكون عندنا يعني حاجه مثلا على الالبو جوينت او على النك، ان انا لو قدرت ان انا اخد حاجه سيك سبليت سيكنس او لو اخد حتى فول سيكنس او ايفن ان انا ممكن اعملها فلاب عشان احافظ بعد كده على الجوينت موفمنت بتاعتي. فطبعا ده برضو الالو ديرم ان هو نون انتيجينيك، ده ديرمال سكافولد، ده بيكون عباره عن تريتد هيومن الو جرافت مع الابيديرمس ريموف عشان يدي لي انتكت بيزمنت ممبرين، وده اللي هو اللي كان الحاجه اللي كانت مفقوده في التمبرو ريكفرج، ما كانش فيه بيزمنت ممبرين. بنشيل كل الحاجات اللي هي الانتيجينيك زي اللانجر هاند سيلز والميلانوسايتس والفايبروبلاست، بستخدمه از ديرمال امبلانت، والسن ابيثيليال اوتوجرافت بعد كده ريكوايرد فوق منه. برضو ده هيبقى دروباكس ان هو انا احتاج بعد كده مرحلتين، يعني انا احط الاول الالوديرم وبعد شويه لازم اشيل احط عليه اللي هو البيرمننت اللي هو الاوتوجرافت.
ادفانتج هو بيديني سيك ديرمس، ده بيمنع الريكونتراكشر لو انا عندي كونتراكشر في مكان، طبعا هو غالي كوستلي، وممكن ان هو ينقل ديزيز ترانسميشن لو ما حصلش معالجه للخلايا كويسه. الالوديرم حاليا ما بيستخدمش بكميات كبيره او في مرضى كتير بالنسبه للبير، لكن هو بدا يستخدم في البريست ريكونستراكشن سيرجري اكتر من انه يستخدم في البير. اول حاجه كانت بيستخدم في الديرمال سبستيتوتس هي كانت الانتجرا، ودي عباره عن ديرمال انالوجز بتتكون من كروس لينكد بوفاين كولاجين جلايكوزامين جلايكان، فيها الكونترودين 6 سلفيت، وفيها كولوبرمر ماتريكس. اللي بالديرمال انالوجز بيكون عليها سن سيليكون اليستمر، ولازم تكون بليزد فريش، على يكون ووند لازم يكون كليند وفريشلي اكسايزد فول سيكنس بير. وبعد ما الديرمال انالوجز انكوربريت بعد اسبوعين ثلاثه بنشيل اللي هو السن سيليكون لاير، بنشيلها ونحط عليها سن يا اما سبليت سيكنس كين جرافت يا اما اللي هو الاي بي سيل ده سينثيتك. ادفانتج بتاعتي ان هو بيعمل لي ريجينريشن للسكين بيكون مور بلايبل وريزمبل نورمال سكين، بيكون فيفربل سكارنج بيكون كويس جدا، بروفايد فيسيولوجيكال ووند كلوجر. الديس ادفانتج ان هو بيكون كوستلي وتو ستيج بروسيدور خلال اسبوعين ثلاثه انترفال. بستخدمه لما يكون عندي كونتراكشر ليز زي في الالبو في النك، لو انا هعمل اكسجن جاينت كونجنيتال نيفس محتاج ان انا احط كميه من الدرمس عليها، لو كان الراديشن سكالب وكرونيك ووند كلوجر ممكن احط استخدمه، او اكسبوزد بون او تندونز. ودي صوره بتوضح اللي هو اللي عملنا سكار فيجن وحطينا انتجرا عليها. في اللي هو السيلولار ديرمال سبستيتوت، ده بيكون برضو ده لسه يعني سير في الاكسبيرمنتال ستيج بتاعته، ده عباره عن نيو جينيريشن من السكين سبستيتوت ان انا بستخدم فيه النانو تكنولوجي والنانو كومبوزيت بوليمرز، وده ديفيكالت اثوريتي ريجولاتوري اثوريتي ان انا استخدم اخد خلايا من عيان او من حد واقدر استخدمها في عيان تاني. كلنا عارفين ان الجلد بيتكون من الديرمس والابيديرمس، لكن من السبكوتينس فات او السبكوتس ده مهم جدا في السكين فانكشن والبلايبيلتي والالاستيستي اللي موجوده والجلايدنج موفمنت بتاعت السكين، عشان كده وليه دور مهم جدا. يعني انا لو عندي حطيت سكين جرافت من سبليت سيكنس او حطيت فول سيكنس ومفيش فات عليها كويس، ممكن بعد كده بيحصل عليها ادرانس ويبقى بعد كده الحركه صعبه، عشان كده هو مهم جدا في الاناتوميكال لوكيشن، خاصه لما يكون السكين ريليتيف زي على الباك اوف ذا هاند وفي التيبيا. وفي برضه استاديز كتيره جدا اتعملت معموله، واحنا عملنا حالات كتيره جدا في القسم مع الاستاذ دكتور احمد طه والاستاذ دكتور اسامه، ان احنا بنعمل في السكار بنحسن بيه السكار، او لما نعمل لايبو انجكشن بعد اللايبو سكشن، او ننقل النانو فات تحت السكارز. الفول سيكنس سبستيتوت ده عباره ان انا بعمل ريبليسمنت للسكين كله، بيعمل ايميديت ريبليسمنت البوست ديرمال والابيديرمال لاير، وده منه قبل جراف اللي هو بيرمننت باي لاير سكين سبستيتوت. الديرمال لاير بيكون تايب 1 بوفاين كولاجين والالوجينيك كاريتينوسايت سيدد في الهيومن فيتال فايبر بلاست. ودي صوره بتوضح اللي هو النورمال سكين كاركترستكس والابلي جراف. طبعا الادفانتج بتاعي ان هو ريديلي افيلابل وابلايد في الاوت بيشنت ديبارتمنت سيتنج، ان انا ممكن استخدمه في العياده. الديس ادفانتج ان انا طبعا ده بيعمل ريموت ريسك برضه ديزيز ترانسميشن لو انا مش عامل سكريننج، وان انا احتاج ان انا اعمل له مالتيبل ابلكيشن، وشورت هاف لايف بيقعد 5 ايام بس بعد كده ما اقدرش يعني يتخزن بعدها تاني، وان هو غالي expensive. اشهر استخدامات لي ان انا ممكن استخدمه في الدايبيتك فود او الفينوس ستيدس ألسر او الابيديرموليسيس بيلوز. الاورسيل ده عباره عن باي لايرد سيلولار دي ماتريكس ان ويتش نورمال الوجينيك سكين سيلز اللي هو الابيديرمال كيراتينوسايتس والديرمال فايبروبلاست بعمل لهم كلتشر تو سيبريت لاير في تايب 1 بوفاين كولاجين سبونج. انديكيشن ان انا بستخدمه في الكرونيك وونز وفي السكين جرافت دونر سايتس، بس اوفرال بريسنج سبليت سيكنس سكين جرافت تو امبروف الفانكشن والكوزميزيس بعد كده. طبعا الريجيلاتوري ايشو ان انا دلوقتي ان احنا زي ما احنا قلنا ان انت عشان تاخد خلايا من العيان وتبدا تعمل لها مالتيبليكيشن وتستخدمها سواء للعيان نفسه او لعيان تاني، ان انت لازم يكون عندك ديفلوبمنت في الريجينال ميديسن
تكون انديكيتد ان انت تستخدم الليفنج سيلف تيشو انجينيرد برودكت، ولازم تستخدمها الكلينيكال بينيفيت في الترم بتاع البروموتنج ووند هيلينج وريديوسنج السكار فورميشن. طبعا في اخر 10 سنين نيو ريجوليشن بقى موجوده عشان ديزاينيتد لو ستيل بيست ثيرابي، وان انا استخدم السكين سبستيتوت. In conclusion, ان انا بستخدم السكين سبستيتوت ليها امبورتنت رول تو بلاي في بلاستيك سيرجري كومبلكس وند فور كوتينس كونتينيوتي، وان انا لو عملت بريدج انتل وند ممكن اعمل له بريدج لحد ما الوند يبقى بيتر، وان هو اكسبت الجرافت. طبعا ان هو الكوست بتاعي والافيبيليتي ليميت اليوز بتاع البدال ان انا استخدمها في الريسيرش، وان شاء الله يعني في المستقبل القريب يكون الحاجات دي توفرت وقدرنا نساعد بيها عينين كتير. ثانك يو، وسعدني لو في اي سؤال اقدر اناقش مع حضراتكم ان شاء الله. شكرين يا دكتور مصطفى، ثانك يو فور يور illustrative presentation. Actually you get the target of skin substitute. Thank you. شكرا دكتور اسامه. وانا برضو حابب اقول يعني احنا كان السؤال ده سؤال كومن جدا في الام دي وبيجي كتير جدا وبيجي عندنا احنا بالاخص في طب الازهر كذا مره. فانت لو انت لما تكون عامل سكيم في السؤال بتاعك هتقدر ان انت تجاوب وتبقى تارجتنج في السؤال وتجاوب وتدي كل الاسينشال ماتيريالز اللي انت عايز تكتبها فيها. We should know that when you use a skin substitute either the biological or the synthetic you should put it on non-infected viable tissue. So you can use the negative pressure therapy before the synthetic or the biological skin substitute application, or within the substitute itself with healthy tissue, non-infected, to be or to get the benefits of skin substitute coverage. دكتور ماجد لو حضرتك تحب اي ريكومنديشن او اي كومنت. السلام عليكم. شكرا يا دكتور مصطفى على البرزنتيشن بتاعك، يعني انت غطيت تقريبا الموضوع كله. انا بس كنت احب لو زودت في الالستريشنز شويه علشان ندي فكره للناس عن التايبس بتاعت السكين سبستيتوتس، كانت الالستريشنز هتوضح اكتر المواضيع دي. لكن يعني عامةً انت غطيت الموضوع. هو بس الحاجة اللي انا يعني زي ما بنقول كده المسج تو تيك هوم اللي انا عايز اوصل لها، ان احنا موست بروبابلي كل البايوسينثيتك والبيولوجيكال سكين دريسنجز او سكين سبستيتوتس ار اكسبنسيف، ومش هنقدر نستعملها في الحروق. الحاجتين اللي احنا ممكن نستعملهم عندنا اللي هم الامنيوتيك ميمبرين والهوموغرافتس اللي احنا بناخدها من يا اما من الكاديبر، لكن للاسف عندنا هنا لسه ما فيش تشريع يتيح الحكايه دي، نستفيد عنه بال اللي هي الكوزميتيك بروسيجر زي ما ذكر الدكتور مصطفى كده، حالات الابدومينوبلاستي او حالات البريست ريدكشن او البريكيوبلاستي. فدول الحاجتين اللي احنا ممكن نستعمل. وفي الحقيقه الاضافه يعني احنا عندنا في القسم جراحه التجميل في طب الازهر عمل اضافه في حكايه استعمال الهوموغرافتس، ان طبعا الفريش هوموغرافتس يعني معنى كده انك انت لازم تاخد السكين من الكوزميتيك او الاستيتيك سيرجي وتحطه على طول فريش. ده طبعا مش متاح يعني، او يعني مش براكتيكال
مش كل يوم هيبقى عندك حالات تقدر تستعملها. والحل الاخر كان اللي هو بيتعمل زي ما بيتعمل بره اللي هو الفريز درايد هوموجرافتس من الكادافيريك، وطبعا تصنيعها برضو علشان ما فيش تشريع ان احنا ناخد من الكاديفرز فما قدرناش نعمله. لكن البريك ثرو اللي اتعمل اللي هو الجليسرول تو ريزيرف هوموجرافتس من اللي احنا بناخدها من السكين بتاع الكوزمتيك بروسيجرز ونحفظها في الجليسرول وفي الحقيقه الكريديت لازم يروح للدكتور سراج، هو اللي كان عمل الحكايه دي. وكنا في البيت نيوت لما كانت فاتحه عندنا كنا فعلا بنستعمل ايه الادفانتج بقى بتاع الجليسرول بريزيرف دواء عن الباقي، ان هو ما هوش محتاج سكين بانك، ممكن تشيله في برضه يعني الجارز دهية وفي الروم تمبرتشر في غرفه الغيار وتستعمله وقت ما انت عايز. فدي كانت البريك ثرو اللي احنا عملناها فعلا، ان انت ممكن تحفظ الجلد اللي بتاخده من كوزمتيك بروسيجر ده لمده طويله اب تو يعني في الروم تمبرتشر اب تو 1 مانث، ولو انت حطيته في الثلاجه ممكن اب تو 3 اور 4 مانث. فيعني الحاجتين اللي احنا ممكن نستعملهم فعلا وافيلبل عندنا هم الامنيوتيك ممبرين وال الجليسرول بريزيرفد سكين. وكل الهيصه دي كلها عشان تبين لنا ان مفيش حاجه زي الاوتو سكين جرافت. وبالتالي يعني احنا ما بناخد سكين جرافت ويفضل منها حته وحتت صغيره كده، يعني دي ما نضيعهاش، نستعملها لان السبستيوتس بتاعتها بالاف الدولارات. فيعني نبقى ناخد بالنا ونحافظ على السكين جرافت اللي احنا بناخدها، ولو فضل منها حاجة نشيلها ممكن نستعملها في نفس العيان أو في عيان تاني. شكرا يا دكتور مصطفى، ومشكرين يا دكتور أسامة على الوقت بتاعك. طبعا شكرا تعالي حضرتك يا دكتور أحمد، وربنا يدي حضرتك الصحة يا فندم ونتعلم حضرتك دايما. وطبعا يعني الفضل يرجع في الاسم عندنا في الاهتمام في البيرن وتعليمنا كلنا البيرن، وان دي حاجه يعني اختصاص اساسي من اختصاصاتنا بجانب الاختصاص الاخرى في جراحه التجميل. وان شاء الله دايما نكون كلنا على الضرب ان شاء الله في كل الزملاء ان شاء الله. اوكي دكتور ماجد. دكتور ازاي انت حابب تضيف حاجه؟ لا شكرا انا اشكر. تمام دكتور سامع ليوة في ميوت يا دكتور. الو هيا دكتور سامي سامعينك. شكرا يا دكتور سامي، حضره جميله، يا ربنا يبارك في مصطفى يا رب. يا رب. طيب ربنا يخليك يا دكتور سامي. في حد ليه اي اسئله يا جماعه؟ طيب في ايه دكتور ايه بتسالك يا دكتور مصطفى؟ if we use full thickness substitute will this make the cosmetic appearance to be close to normal؟ هو احنا لحد دلوقتي ما عندناش full thickness substitute ان هو ان احنا نحطه كله، وهو طبعا هو عمره ما يكون زي النورمال، لكن لو هو يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي قدامنا هيبقى هو ده يعني افضل حاجه موجوده، يعني افضل حاجه ان احنا نقدر نستخدمها. لكن ستيل لحد دلوقتي ان هو مش هيديني النتيجه اللي هي يعني من غير سكارنج خالص. طيب دكتور احمد سليمان بيسالك is there any test that enhance tape and diminish rejection of home graft from live donor؟ هو احنا طبعا هو الفكره كلها ان احنا يبقى احنا عاملين اللي هو الوند بيت بريبريشن كويس، اللي هو يبقى البروبر وند هيلنج بتاعي علشان انا دلوقتي لما لو انا عندي الوند بيت اصلا مش كويس، سواء حصل فيه انفكشن او ان هو قعد فتره طويله على ما قدرت ان انا احط عليه الهوموجرافت، كل ده بيقلل الانتاج بتاعي. فلازم ان انا اكون عامل اكسجين كويس لكل النيكروتيك ماتيريالز اللي موجوده ان انا وبعدين بكون برضه بحسن الجنرال كونديشن بتاعه العيان، هيموجلوبين كويس، كل الجنرال بارامترز بتاعته كويسه عشان يقدر ان هو يعمل بروسيس بتاع الهيلنج بتاعته.
طيب بس انا اضيف الكلام بتاع الدكتور مصطفى. الهوموغرافت اللي هو الالوغرافت اللي هو بتاخده من عيان تاني، هنا هيحصل ريجكشن، لازم هيحصل ريجكشن. لكن الجرافت تيك اللي بيبقى موجود ده بيبقى تيمبوري تيك لحد الاميونيتي بتاع العيان ما بتتحسن وترجع لوضعها الطبيعي، وبعد كده بيحصل الجرافت ريجكشن. تمام؟ فمبدئيا اي سكن سبستيتيوت او اي سكن جرافت، الشروط اللي بتنطبق عليه ان البيد يبقى باسكولارايزد، ما يبقاش فيه انفكشن، ما يبقاش فيه نيكروتيك تيشو، عشان تقدر تقول ان الجرافت هيحصل جرافت تيك. وزي ما اتفقنا ان الريجكشن هيحصل مع الهوموجرافت او اللي هو نفسه اللي اسمه الالوجرافت، لان هنا في مشكله فين؟ في اللي هي الانتيجينيستي اللي بتبقى موجوده. طيب في حد تاني بيسال؟ الكل بيشكرك يا دكتور مصطفى، ما فيش اعتقد. العفو يا دكتور اسامه، العفو حضرتك، فن الشكر موصول لحضرتك وموصول لكل اساتذتنا. طيب في حد بيسال دكتور محمد زيدان، بيقول لك المفروض نعيد تاني من الاول السينثيتك ماتيريال؟ خلاص ما دي احنا عدناها خلاص. مفيش اسئله تانيه يا دكتور مصطفى، نشكرك. وان شاء الله دكتور محمد زيدان لو تحب تعرف الزملاء ايه الجدول هيمشي ازاي في الفتره اللي جايه ان شاء الله. دكتور زيدان سامعني؟ هو الصوت مسموع يا فندم؟ الصوت مسموع. مسموع؟ سامعينك يا دكتور محمد، اتفضل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طبعا خلصنا اول مرحله من الاونلاين ميتنج اللي هي كانت على البيرن، وان شاء الله هناخد بس اسبوع راحه ونبدا من يوم الاثنين بعد القادم المرحله الثانيه اللي هي هتكون ان شاء الله عن الاثيتيك باذن الله. هتبدا يوم الاثنين 29/6 باذن الله. هيبداها الاستاذ الدكتور فوزي حمزه باول محاضره ان شاء الله، ونتمنى ان يكون الكل استفاد وان الفايده تكتمل. وبنشكرك يا دكتور اسامه على حسن تنظيمك ومجهودك معانا، وبرضو التطور اللي عملته لنا ان انت زودت مده البث، بدل ما كان تلت ساعه بس زاد لساعة وساعتين وثلاثة. ونتمنى أن يستمر الأداء على هذا المنوال إن شاء الله. إن شاء الله يا دكتور محمد، الشكر طبعا موصول لحضرتك. الزملاء كلكم إن شاء الله الاستيتيك كورس يعني هتنبسطوا قوي من التوبكس اللي موجودة. يعني أنا دكتور زيدان يعني وراني إيه الحاجات اللي موجودة والسبيكرز اللي هيتكلموا فيه، هتبقى حاجه يعني انفورماتيف وحاجه الستريتيف. فعايزين نبقى حريصين على التواجد باستمرار. واحنا سجلنا المحاضره النهارده، وان شاء الله قريب هتنزل برضو على قناه الاسم على نفس اللينك، او لو اي حد دخل على جوجل هيكتب الازهر بي ار اس هتطلع له القناه، وهيقدر نشوف كل المحاضرات اللي احنا قدرنا نسجلها واتعمل لها ابلود. بشكركم ونلتقي إن شاء الله الاثنين بعد القادم. نشوفكم على خير.